اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني وماريان في البدل الامريكان. النهارده احنا في مكان اسمه لانش بوكس بوكس لانش. ده فيه حاجات زي حاجه ديزني بتتباع. طبعا هو الحاجه غاليه شويتين، يعني التيشيرت ب $50 عندهم، بس بصراحه الخامه يا جماعه تحفه تحفه. في حاجات يعني حاجه ميكي ماوس، ده حاجه توي ستوري، الناس اللي من هوات الحاجات دي. طبعا ست مارفيلا جايبانا ده كوكو. انا لايك ذا دريس باي ذا واي، اي لايك ذا دريس. فاحنا دلوقتي بنختار الشنطه. مارفيلا، انا مارفيلا عايزه تشتري شنطه، فبيبي يودا هي كانت عاجبها السويتر ده، بس انا اعترضت ان السويتر ب $55، فانا بقى ايه كنت هجيبها بالام والاب. يعني هي في اغلبيه حاجه ديزني البرنسس والكلام ده، فهي متدور على شنطه، فاحنا عايزين نختار شنطه تبقى نستخدمها على طول. ف which one you like؟ دامبو. The Dumbo one. ما هب دامبو تانية هي. هي محتارة بين موانا والستيتش والدامبو اللي فوق دي اللي هي دي. الشنطة ب $90، بس هم عندهم كوبون 30%. فكده يعني. Which one you gonna use? This one. طب أنا عاجبني دي، ممكن نجيب دي؟ دي جميلة دي. This one better? No. بصي الإليفانت it's here. يعني بصي معمول ازاي؟ curvy. طبعا في عندهم حاجات كتيرة هنا في اللبس. يعني انا عاجب، شايفين تفاصيل الشنطة؟ يعني تفاصيل الشنطة عجباني، تفاصيل الشنطة حلوة. الشنطة دي اونلاين احنا دخلت شفتها، البراندي كانت حدود $100-$120، فاحنا لقينا هنا في حدود 80، وممكن تاخد عليها 50%، وهم عندهم سوري 30%، وعندهم الكرينرز 50%. انا همشي معاك اهو في المحل. يعني ايه انا برضو تعرفك وشنا. وفي حاجات بقى الناس اللي هوات المجانين بتوع ديزني، حاجه المطبخ. انا عجبني الكوبايه دي، جميله والله، جميله. اشرب القهوه بيها بقى. الكوبايه ب $25 دي. وفي بيبي يودا، طبعا مارفيلا معجبه ببيبي يودا، فدي برضو بقيت الشنط. انا بحاول انا اللي عاجباني برضو الشنطه دي اللي هي البوتيتو هات، حلوه دي ب $80. انا عايزه اوريكم التيكت بتاعها اهي، لان يعني دي حاجات ديزني، في حاجات دي غالي. دي ب $70 الشنطه دي. دي اللي انت هتاخديها. طب ممكن توريها لبابا قبل ما تاخديها عشان احنا مش هنعملها ريتيرن. اوكي وات ايفر يو لايك تشوز. شايفين الشنطه دي ديتيلز حلوه ازاي؟ يعني دي ماغنت. يو سي ذس ون. You like this one? Yeah. Okay, choose whatever. You go with yourself. It take like 5 minutes to choose one. Okay? ده الكليرانس عندهم عليه 50%. ده عليهم 50%. ده التويز بقى بيبقى عندهم ساعات جراب، اللي هو الميستري باج ده بيبقى عندهم، بيدي خصومات عليها. التيشيرتات طواقي، الناس اللي هي من هوات حاجة ديزني، ولو بتروحوا ديزني يعني فانتوا عارفين ان حاجة ديزني دي غالية. فست مارفيلا بتختار شنطة، فاحنا هنشوف هنختار ايه ونرجع لكم تاني. مارفيلا جابت اول شنطة ليها، هي كانت مبسوطة. احنا اخدنا عليها 30%، فوقفت على $50 بالتاكسس والمستنقعات والدونيشن، فدفعنا $70. يو اوكي فيلا؟ انت مبسوطة؟ فمارفيلا مبسوطة طبعا دلوقتي، وهنا هيخرب بيت ان شاء الله يعني. فده ايه الحوار اللي احنا فيه؟ هجيب شنطه ب $70 ليه؟ بتبوي على البحر. ومكملين الخروج مع ست مارفيلا عشان النهارده الماميز تايم معاها، يعني جراند دوتر مامي اند دوتر تايم. فاحنا النهارده كمان في باك ستيج عشان هي كانت عايزه تجيب لبس صيفي يعني. فيعني ايه، هي بعد ما خلصنا الشنطه ب $80 داخلين على اللبس ان شاء الله. يعني هو ايه، هاني هتلاقي، هو هاني مش هيطلقني من قليل بسبب البت دي. فده ميسز باك ستيج، تعرف الرقم يعني. بصوا هو النهارده ده الشوز ده ب 20 ومنزلين عليه كليرنس. الكليرنس بتاعه ب $7، مش انا مش شايفه السعر. مارفيلا بكام الشوز ده؟ هو حلو، عامل شبيه بالأج، الناس اللي عارفه حاجه أج ده. والبراند ده حلو جدا كمان، انا عندي شنطه منهم بقالها يمكن قرن بتاع 8 سنين الشنطه ولا حاجه. بصي فيلا الجاكيت ده $20، الجاكيت ده ب $35. فانا بفرق كل الحاجات اللي هو عندهم، هم عندهم حاجات سعرها حلو جدا مش غاليه يعني.
يعني ده الجاكيت ده انا عارفه ان هو كان ب 80 اهو كان ب 70 دولار نازل ب 35 دولار عندهم 50% على الجاكيت والجاكيت حلو. عايزه ايه ست فيلا؟ تعالي يا ست فيلا اختار. طب انا احنا جايين على السريع عايزه اجي هنا ارمي العيال في البيت واجي هنا لوحدي. بلوزات ب 10 دولار الناس اللي عايزه تشتري لبس الشتوي للسنه الجايه في حاجات حلوه يعني ده ب 10 دولار دي غاليه بس. انت عايزه ايه ست فيلا رايت؟ يو وان سمر كلوزس اور وينتر كلوزس؟ سمر كلوزس. بصي ده حلو قوي فيلا نو no. طب اوكي فيلا انا بحب انا بعز الفساتين. اه ده حلو بس ده سمول فيعني ايه انا عايزه 4 اكس دلوقتي من اللي انا فيه. اختكم بقت جاموسه جاموسه على كبر. احنا البيت كله عايز يتعمل له دايت فانا قررت ان انا اعمل لهم دايت. طبعا انا ماليش في الدايت انا هوريكم الشنط كمان اللي عندهم وفي حاجات براندز يعني في حاجات مش جاست ان هي يعني فستان ده ب 5 دولار والله حلو. يلا تعالى وده بكام يا حاجه؟ ب 3 دولار يلا حلو يلا رزقي او رزقي يا جماعه رزقي. لا ده 12 دولار لا ده بكام ده؟ انا نفسي في حاجه تايجر بصراحه. ده ب 14 لا كتير 14. في واحد في الارض عشان انا وقعته وانا اخت فاضله يعني فلازم احطه مكانه بغض النظر على لونه. ب 7 دولار انا بعز الفساتين بصراحه يعني انا اعز الفساتين حلو قوي. وات يو وان ذس وان؟ اي دونت لايك ذا كلر اي دونت لايك ذا كلر واي اي دونت لايك ذا كلر اتس نوت بينك اتس بيربل اتس نوت بينك اتس بيربل There's pink. I don't like the color. There's pink. You know what? I don't like the style. I like the فاحنا قاعدين انا ومارفيلا هي مختاره. طب بصي كده طب والله بصي دي عامله زي ستيت الحاجه اللي انت مختارها دي. ابوك يا فيلا. فانا جبت فستانين حلوين. شوارين فستان في فستان تانية يا فيلا؟ I get dress for $2. Seriously, yes, I care. فشوفوا اهو انا بجيب من ميسس ب 3 دولار. ده بقى اللي هو الحاجات اللي مش عليها كليرنس. انا عارفه ان انا ببقى وحشه في التصوير معلش عشان انا بحب انجز لان انا سايبه الفين ما جاش معانا فهو في البيت مع طنط لوحدهم الاثنين وهو بيتفرج على ماتش ليفربول مع هاني فسايبني يعني فانا عايزه اروح لان هاني عايز يخرج. فانا الست مارفيلا مخرجاني انا عايز اشوف ده بكام. مارفيلا انا عاجبني ده فيلا. لا ده ب 15 لا. ومارفيلا معايا بتعاملني معاملة مرات الأب. You don't want the jeans؟ اوكي choose jeans. في كمان عشان الايستر جاي والكلام ده فممكن يشوف برضه حاجات. انا بحب الفساتين حاجه كده بقى ايه مره واحده. والله انا جايبه شويه جلاليب من مصر يا جماعه بغض النظر على الشنطه بتاعتي اللي لسه ما جاتش لغايه النهارده وبتوع لوفت هانز الحراميه ما رجعوليش ولا حتى جنيه من الشنطه دي فيعني ايه فكده. ان انا عاجبني الابيض في الاسود ده جميل. فيلا اي لايك ذس. هو ده هيتلبس ازاي ده كده يعني شاور كاب ابو شاور كاب اللي انت بتقولي عليه ده انا ما اعرفش ايه شاور. طب بصي اهدا مارفل عارفه لا انت عارفه دي هقول لك ايه عارفه دي بالظبط. اه بصي شكل الفستان عارفه اللي هي مدرسه المشاغبين اللي كانوا بيغنوها جاموسه راحت تقابل جاموسه هو ده الفستان ده. انا وانت نجيبه جاموستين جنب بعض يا حبيبتي. لا طب اي لايك ذس. ماله ده ماله كيلفن كلاين ده ده حلو يا فيلا. اتس هاف الفن نيم اون ات و 21 دولار وده ب 21 دولار وكيلفن كلاين. طب البينك كمان حلو قوي البينك حلو. ست مارفيلا واقفه معايا فاحنا هنتخانق انا وست مارفيلا. ناتاليا ايه يا حاجه مالك؟ بس فانا بوريكوا ان في هنا حاجات انت عايز تخش تدور مش انك انت تبص وتمشي. يعني زي ما انتم شايفين انا جيت فستان ب 2 دولار اهو لكن انا ما كنتش خدت بالي كان ما بصيتش عليه. انا برجع تاني ابص عشان انا ايه اول ما ببص على السريع وارجع ابص تاني بلاقي حاجات تانيه. بس عشان الست مارفيلا مكهربه اللي جابوني بجد يعني انا ما بحبش اخرج مع العيال.
I know you can hear me. انا بقول ان انت ما بتخلينيش اعرف اشتري حاجه وانت ماشيه معايا. What's wrong Marvella؟ انا بقول حاجه غلط يعني؟ ماشي يا مارفيلا. نجيب حاجه لالفين والبابا ولا احنا بس اللي نشتري النهارده؟ ما نجيب لهمش حاجه عشان هما ما جوش معانا. ماشي يا مارفيلا. You know what؟ انت صح يا مارفيلا عشان هما قعدوا يتفرجوا على الماتش وسابونا. بصي اللاجن ده حلو. نو جينز اوكي، هي عايزه جينز دلوقتي. احنا يعني ايه، احنا كل سنه بنغير الست، كل شهرين بنغير الستايل، مره لاجن مره تيشرتات عاديه براحتها يعني. ست مارفيلا يعني في حاجات كمان حلوه عندهم، بس طبعا هنا الفرح. انا عايزه كمان اوريكم الشنط، ان البراندات الغاليه عندهم يعني البنطلون ده $10، بس طبعا ده الشتوي، احنا في اخر الشتاء دلوقتي يعني. اللي عايز يشتري ايه للسنه الجايه؟ صح يا فيلا. طب ماشي، تعالي نبص على الشنط ونحاسب وخلاص. مش هجيب غير دول يا مارفيلا عشان هي مارفيلا هتقتلنا. يعني دي اللي كانت عاجبه مارفيلا. والله بصوا انا بقى عايزه افرجكم بنتي الحقي وقعت على الارض، ممكن تلميها بليز 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 بليز. ما ده اللي بقول لك، ده اللي كانت عاجباكي يعني. اسعارهم مش غاليه على يعني بصوا الريجولار برايس عندهم بكام؟ مش لاقيه في الاسعار يعني. الريجولار برايس بتاعهم 20، مش هتلاقوه زي ميسز نفسه، هتلاقوه ده الميسز بلاك ستيش ارخص يعني. بصوا ده اللي هو الديزاين باج فالنتينو، بس خلي بالكم في حاجه اسمها مارك بصوا الفساتين، بصوا الفساتين ده ب $40 الفستان. الفستان الاخضر ده حلو، انا بحب الاخضر جميل. بصي فيلا لايك ذس، هاو اباوت ذس؟ ده شوف شكله جميل ده، ممكن تمسكيه وخرجوا في كريسماس تري. متشكره يا حبيبه ماما. البيتي دي ما تجيش معايا تاني في حته. انا السنه اللي فاتت جبت ده في اخر السيزون كان ب $10 بس ستايل تاني. So do you want it or not? No, I'm not gonna want. Since you said I am looks like a Christmas tree. في حاجات كتيرة ب $3 يعني، زي دي البلوزة دي ب $3 اهي، شكلها حلو البلوزة مش وحشة، شفت ستايلها عاملة ازاي. الجينز ب $5، طبعا انا بقنع في مارفيلا قالت لي لا انا مش عايزة الجينز، وده اللي هو طالع موضة اللي هو حتة مفتوحة دي بكام؟ لو ب $3 والله اشتريها، بس ده 2X، ده ب $2 $195، بس ده 2X. فأصل انا اللي عندي مشكلة دلوقتي في المقاسات ان انا ما ببصش على المقاس وبشتري، فده بتوقعني بقى، بتلاقي عندي هدوم كتيرة مش مقاس. الجينز ب $5، بحاول اقنعها بالجينز، هي مش راضية، بتقولي انا عايزة جينز فاتح مش جينز غامق، وبعدين ده مقاس كبير انا معرفش انا موقفني. ده الجزء ال 3X بس. ده الجزء بتاع الشنط اللي هي الديزاينر اللي انا قلت لكم عليها بتاع فالنتينو، بس ده ماريو فالنتينو مش فالنتينو التاني. في نوعين ماريو، في نوعين فالنتينو، في فالنتينو الفي سيركل، وفي السي مربع. السي مربع ده اغلى شويه، الفي سيركل ده اللي هو زي النسخه الرخيصه شويه. فده مثلا عشان تبقى 250، ده اللي اتكلمت عليه فينيو في فيديوهات تانية. لا حاجتهم هنا كويسة. انا جايبة السودة اللي جوه دي، انا جايبة البونية بتاعتها، هي انا لابساها بصراحة. شنطة تحفة، بس انا جايباها اهي ب $350 لما اشتريناها. بس الخانة يعني انا بقول لكم الشنطة دي تقيلة لدرجة ان هنا كل مرة حاطينها على كرسي، الكرسي وقع. هاني بيقول لي هو ايه الشنطة دي؟ لا تقيلة، شنطة نظيفة جدا يعني، من الحاجات اللي انا حباها. انا معرفش ده هيتلبس فستان ازاي يعني، ما علينا، اسكت يا لسان. الشنط يعني ده ستيف ماديسون عندهم ب $40، وده مش غالي على اسعاره اللي بره، مش غالي. الناس كان عندهم كمان عندهم حاجات على الكليرنس، ده ب $17. ده ايه ده؟ ده تقليد الفندي. ده شوفوا تقليد ماركه قريبه للفندي، متقلده ازاي. فالاسعار مش غاليه هنا، بتبقى ارخص شويه. هو ميسز، وهو عامل زي
برلينتون او تي جي ماكس بس جوه ماسس. تعالوا نبص الشوزات عشان افرجكم كمان ان الشوزات رخيصه جدا، وكمان لو براندات انا جايبه المارفلا كام حاجه من هنا ما كانتش غاليه. فيلا فيلا امشيها بعدي بثلاث شهور، يعني مثلا دي ب 25 دولار ده بوت، الجزمه دي ب 35 دولار برضه ده بوت، ده ب 12 دولار ده بيب. يوان شوز؟ طبعا انت عندك شوزات كتير. انا عايزه اجيب الشوز اللي احنا شفناه الاسود ده مارفيلا، عشان انا بوصلكم مدرسه، عشان انا عايزه اجيب واحد زيه. هي مارفيلا هتشتمني لو قلت لها انا عايزه الشوز ده اللي هو اللي فوق ده، هو اللي هو تقليد بتاع اج، شايفين ده؟ ده طالع موضه بس ده مش اللي هو الاج، ده اللي هو شبه الاج، الفرو بتاعته حلوه يعني تقيله، اللي هو اهو ده شكل يا ست برنسس يا برنسس يا برنسس. وانا فيك ريحه البرنسس اصلا يا مارفيلا، مجنناني يا مارفيلا. ده البي بي اهو برده منه، يا رب اكون بعمله لكم. ده سبيشال ما لهوش خصومات، يعني انا انصحكم ان لابسه، بصوا انا لابسه ايه البوت ده، ده مريان صاحبتي جايبه لي هديه عيد ميلادي، ف ده اج، ده مش اج بس البوت نعمه، يعني البوت دفى، يعني السنه عشان كان الجو ساقع شويه فالبوت ده كان نعمه، يعني الناس اللي بتحب دايما رجلها ساقعاها وكده انا انصح بحاجه اج، لان هي فروه الخروف وحلوه وبتدفي. انا هقفل الحلقه على هنا، اتمنى الحلقه تعجبكم، اروح احسب بقى ونروح، ومارفيلا قاعده لي زي مرات ابويا اهي وقاعده تغلس عليا، تعالي فيلا يلا بس، فالبيت زهقت يعني، فانا هروح اقفل الفيديو على هنا، ونستنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني وماريا في البلد الامريكيه. باي باي.